نرافق عمر عثماني إلى مكتبته الموسيقية ليطلعنا على بعض من محتوياتها التي جمعها منذ كان عمره 25 سنة. جمع الموسيقى يسجلن ذي لي ديسك من بعد يوجد ثاني التور اللي كاسيت غري أبوبري ما تقدر زمان الموسيقى الجزائرية في البداية النس من غير نهاية الثمانينات. أقراص وأشرطة قديمة تحكي جانبا من تاريخ الأغنية الجزائرية، ولكل قرص رواية. الشيخ سفينجا يسجل لو برومي ألجيريان يسجل سيور ديسك جار 1904-1906 أبوبري يسجل لي ديسكايا غريي عيسى جرموني غريي علي الخنشلي. سوانا ديكا تقدم لكم المطرب المشهور الشيخ علي الخنشلي وقصابه ابراهيم بن دباش. يا ماما مانيش منا يا وعدي وماني. بزاف من الناس يقولوا باللي اصل الاغنيه مانيش منا باللي اصلها تاع الراي لا كوبي لا بليز انسيان تاع مانيش منا علي الخنشلي اللي غناها. أغاني أخرى وأناشيد تم تسجيلها لأول مرة على الأقراص بمختلف أنواعها. ديسك هذا الترومبرواتور لا بروميير فوا تسجل فيه النشيد الوطني قسما. الديسك مطبوع في يوغوسلافيا من قبل شركة جيغوتون بريسا في 1961. لي تروا ديسك هادو 33 تور سي لا بروميير فوا كو لا شانسون الجيريان اي بريسي سور 33 تور سي تي 1956 سي ديسك فينونساهم الكونغرس الامريكي باش يسجلوا للجامعه الامريكيه يسجلوا الاغنيه الاثنيه وجاو الامريكانيين سجلوا غناء من الغرب الجزائري وعطاو لهم عنوان الغناء البدوي الوهراني. يرتب عمر مكتبته بعناية فائقة مرحبا بالزوار المهتمين للاستفادة منها على غرار من زاره سابقا بغرض الاستفادة.